على حسن اتصالاتكم وعلى تواصلكم معنا في برنامج فقه المرأة، وإن شاء الله بكرة نكمل معكم ما كنا قد بدأناه، ونزيد في هذا إن شاء الله التعليق على ما حدث بالنسبة لمدير دور الأيتام الذي وزعت الفيديوهات بتاعته على كل المواقع، وهناك طبعا ترويع للي شفناه. احنا مش هنركز قوي على القضية قد ما هنركز على الدروس المستفادة من هذه القضية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.